أهلا وسهلا، صباح الفل، صباح الورد. اليوم بإذن الله تعالى راح أفتح معاكم الكرتون اللي وصلني من إكسترا. هذا عبارة عن هدية وصلتنا من إكسترا، مكتوب فوق اسم الشركة كلاس برو. هي عبارة عن ماكينة قهوة، طبعا عليها ضمان سنتين. قوة الجهاز 900 واط، تعتبر قوة ممتازة بالنسبة إلى ماكينة قهوة. برضو كمان تعمل على خط 220 إلى 240. حاولت أفهم من الصورة الجهاز عبارة عن إيش، والحين تشوفون معي. طبعاً اللي عارفات أم سارة يدرون أن أم سارة ما تحب القهاوي اللي بنكهات. كان عندي الجهاز حق الكبسولات اللي ب 1800 ريال، اللي حتى كان فيه يسوي رغوة فوم وحليب وما أدري إيش وبالنكهات وكل شيء، بس مع الأسف ما استسغت النكهات نهائياً. أنا من الناس اللي أحب الأشياء الستاندر، اللي هي قهوة فرنسية، قهوة أمريكية، كابتشينو، نسكافيه، هذه الأشياء الواضحة. ما أحب النكهات اللي تدخل على القهاوي، فهمتوني؟ فجاء الجهاز، يقول المثل جاك يا مهنة على ما تمن. أنا عندي جهاز القهوة الأمريكي، لكن اللي حببني بهذا الجهاز أنه يا بنات البن اللي فيه ينحط طازج. أنا ما جربته على فكرة، هذا مو إعلان، هذا جانا هدية من إكسترا لما بلغنا بقيمة 30,000 من المشتريات على مدار السنوات. يعني أعطونا هذا الجهاز آخر شيء هدية. يجي معاه مغرفة صغنونة فيها فرشة أتوقع علشان تنظيف أطراف الماكينة، وهذا الإبريق صغير يشيل يعني حق نفرين، تمام، ياخذ حق نفرين. وزي ما قلت يا بنات، منظر الجهاز حلو أنيق، بنحطه بإذن الله تعالى بالصالة. وانتظروني فيديو اليوم إن شاء الله بالليل، بتشوفون معاي الجهاز وبتشوفون وين حطيناه، لأن اليوم فرش الصالة للشتاء، ووريكم الشيء اللي سويته في صالتي إن شاء الله. شايفات هنا فوق يوم فتحت الجهاز أبغى أشوف إيش فيه. شوفوا يا برات، من فوق هنا لقيت في مطحنة ورا تحطون البن كامل، ومن جهة اليمين تحطون المي، وعلى فكرة كمان فيكم تحطون حليب. أنا كنت أحط حليب أوقات يطلع مرة فنان وبطل. شغلنا الجهاز، أختكم بالله ما هي فاهمة شيء إلى الآن، ما أدري الخمسة من الطمسة، ما أدري عن شيء. فبإذن الله تعالى أجربه وأعطيكم رأيي فيه وأنصحكم فيه أكيد إذا زين ولا مو زين. طبعا تخيلوا بن كامل تحطينه وهي تطحن وتنزل البن على المي، لكم أن تتخيلوا ريحة البيت كيف تكون بالشتاء. فانتظروني بروتينات حلوة وروتينات زينة، وكمان فيديو اليوم حق الصالة. جددت حاجة بالصالة، خليكم قريبات، أشوفكم على خير بالليل إن شاء الله. استودعتكم الله.